صباح الخير عليكم ومرحبا بكم. اليوم جيتكم بحلوى جافه ولا ان غاتو ساك غيش بالنوا د كوكو القارص والشوكولا، يعني لي تخوا كومبوزو هادو تاع هذا الحلوى بنين هايل، سختو العشاق نوا د كوكو والقارص والشوكولا. يعني انايا لميتهم كامل في هذا الحلوى وان شاء الله تعجبكم وتدخلوا تشوفوا لا فيديو. ما تنساوش ديروا لي لايك، بارطاجيوها مع يعني الاحباب نتاعكم ولا لي بروش نتاعكم، هكذا باش تعمل فائده والناس كامل يستفادوا بهذه الوصفات اللي هايلين. سي تان غاتو بريستيج، يعني تري تري بو شباب متحوف وغيش اون سافور. راكو تعرفوا نوا د كوكو مع القارص ونزيدوا لها هذيك الشوكولا، فريمون حلوه ما شاء الله. اون بليس دو سا سهله، ما فيهاش مكونات بالبزاف، دونك تفضلوا معايا بسم الله تشوفوها. الحاجه الاولى انا شديت القارص، راني نمحي له لو زيست بليكونوم باش نمحي غير داك الفوقاني. بصح الا شفتوا قاصها شويه هذاك الابيض اللي مرر نحوه، دونك ماذا بيا نصيب غير لو زيست، يعني القشره ديك الفوقانيه. دونك انايا قطعته هكذا اون ترونش ولا اون روبون ورايحه نرحيه. عندي 3 كيلات نتاع نوا د كوكو وعندي كيله ناقص صبع نتاع السكر، حبيتو بلي ميزور عندي 250 وعندي حوالي 65 غرام سكر غلاس بيان سور، يعني رطب. درت شويه لافاني وهنا درت هذوك شويه هذوك الجلف نتاع القارص ورايحه نميكسي كلش. انا قسمتها على زوج خطرات باسكو ما نقدرش الغوبو تاعي ما يرفدهمش كامل. ضربت زوج بياض بيض فوالا وراني نلم فيها، هي ما تتلايمش بهذوك زوج يعني مخصوصه شويه. واش راح نزيد؟ نزيد شويه قارص فوالا، يعني يجي بنين. ونوا د كوكو تعرفوا دواها القارص، يعني ما شاء الله غير كي تكونوا تخدموا فيها تجي روعه. ما تيبسوها ما تجروها شويه وديروها تريح شويه الا شفتوها شربت، دونك زيدوا شويه جو وإلا ما شربتش خلوها كيما راهي. المهم لازم تكون شويه طريه باه نخرجوها في لابوش. هنا نجوزو للسابلي، عندي 125 غرام يعني نص باكيه نتاع مارغارين، عندي حوالي 3 مغارف هكذاك نتاع السكر ماشي معمرين نتاع سكر غلاس، ما نديروهاش حلوه باسكو نديرو من بعدها شوكولا. درت هذوك زوج صفار نتاع هذوك زوج بيوضه اللي خدمناهم في لانوا د كوكو، وهنا زدت حوالي مغرفه نتاع لو جو تاع القارص، يعني باش نقعدوا في نفس يعني النكهات. انا وجدت حوالي 400 غرام فارينه وراني ندير غير بالعقل، يعني ماشي بالتاكيد ترفدها كامل، بالعقل بالعقل ندير بالفارينه حتى تتلايم لي. انا سبقت 5 مغارف في الاول ودوك بديت نزيد بالمغرفه حتى يعني نشوفها تليمت وتتنحى من الماعون وتتنحى ثاني من يدي سيبا، يعني ما نخليهاش ما نعمرهاش فارينه تبدا تتفتت لي. دونك لازم لي عجينه متماسكه يعني اون بات فيرم فوالا، هذه هي. نزيد نخليها تريح شويه قسمه تبرد باسكو هكذا نسخنها بيدي بهذيك الزبده تحكم روحها، وندورو لهذاك هذيك لافارس ولا هذوك لي غوشي، هما يعيطوا لهم لي غوشي دو نوا د كوكو ولا كاين اللي يقولوا لهم لي كونغولي. وشنو انا حبيت ندير لهم ان سابلي جو يعني ما شاء الله باش تاكلوا شويه نوا د كوكو وشويه عجينه يعني ان سابلي. خرجوها هكذا دي بتيت غوزاس بلا دوي، حاولوا يعني تديروهم صغيورين باسكو راح تزيد تتنفخ. الكوشه تاعي راهي تسخن هنا 150 درجه باسكو نوا د كوكو ما تحبش بزاف سخانه، نديروها حوالي 10 دقائق يعني تتنفخ شويه وتبدا تحمر نحوها، تحسوها نشفت خلاص خلوهم يعني يبردوا كامل وندورو العجينه هذيك اللي خليناها ريحت شويه. ماشي حاجه كبيره قسم خدمنا برك هذوك لي غوشي. نجوزو هنايا نحلو العجينه تاعنا من ذاك نرش بالفارينه باش نغلق الشقق هادوك ونطبعها وريدات وريدات. نعلي شويه الصابلي هذا نديرو حوالي 5 ملم،
يعني ما درتش انا الخميره، رايحين يتنفخوا شويه غير بهذاك الصفار تاع البيض. شوفوا العجينه يعني تكون شابه، تكون حكمه روحها، اللي فيها الصفار بالخف الطيب وبالخفت احمر. دونك هكذا كملوا العجينه تاعكم. انا هذه تاع 125 غرام مارغرين، يعني نص باك يخرج لي 21 حبه. فوالا هذا هو الحساب سواسوا بهذا الطابع، ودرتهم حوالي قلت لكم 4 5 مليمتر، يعني عليتهم شويه معاك يزيدوا يتنفخوا في الفوق. طابوا حوالي 10 دقائق وخرجتهم. برك انايا شويه حمام احمارولي، خطفتهم لي شويه النار باسكو الكوشه كانت شويه سخونه، وغفلت عليهم. مي سي با غاف، لي يحب حاجه حمراء جاو يعني كروستيه وجاو هايلين. عندنا نشدو واسمه شوكولا تارتيني، اي نوع حبيته. نحط هكذا في الصابلي في يدي، ندير شويه ونحط بالفوق هذاك لو غوشي. فوالا هذه يعني الطريقه الاولى، يعني اللي محبين الشوكولا ومحبين نوات كوكو والقارص رايحين يتمتعوا. وصدقوني بنان بنان يعني ما كاش هايلين. سي بريزونطابل، ثاني شبان. نتوما ما تحمروش برك بزاف ذاك لو سابلي، نغفلت عليه يعني ماشي غفلت. عيطت لي الام تاعي في التليفون وقصرت معاها وغلطتني، ما قدرتش نقطعها ونقول لها ما عندي الحلوه في الفوق. دونك خليتها تهدر حتى كملت. وهذه هي دونك الام عزيزه على كامل هاد الحوايج. اخر شيء لصقتهم شفتو، ومن بعد ذوبت طبليطه شيكولا وراني درتها في لابوش، وراني نخرج هكذا دي بتي ستخي من فوق يعني باش نزيدو يعني نمدو لها بلوس دو كو تاع الشوكولا. كل واحد كيفاش تحبو تخلوها هكذا كيما حبيتو، يعني حلوه قلت لكم هايله وكامل كامل الناس تحبها. وشوفوا هنا كي درت لا بريزونطاسيون يعني جات ما شاء الله حلوه بالطبع. انا كنت نخدمها بزاف، شاك فوا ندير لكم حلوه خدمتها في المدارس اللي قريت نتفكر دوك اليامات يعني. وكاين بزاف اللي راهم يتبعوني ويشفاو عليها كي درتها لهم. كنت كل ما ندير ان غاتو ساك نسبق فيها نديرها، باسكو قلت لكم نوات كوكو هايله يعني سورتو الناس بيحبوها بزاف كي نزيدو نديروها مع الشوكولا. ودرناها بذوق القارص، هنا كاين تقدروا يعني تبدلوا القارص بالتشينه اللي راهي وقتها تجي روعه فوق الروعه، يعني التشينه تمشي بزاف مع الشوكولا. سيوها ورجعوا لي بالاخبار، ديروها يعني وصوروا لي وبعثوا لي يعني تصاور تاعكم. نقول لكم الا درتوها بصحتكم، وان شاء الله نتلاقاو في حصص واحد اخرين يعني دي فيديو واحد اخرين. تبقاو على خير الى وصفات ما خير.